طبعا احنا هنا موقعنا في البوابه الثالثه، البوابه الثالثه اللي مليانه زباله زي ما انتم شايفين كده. يا رب بس الصوت يكون واصل لكم، الصوت بس يكون واصل في الكاميرا عشان نبدا ان شاء الله على المحليات اللي هي مش شايفه شغلها خالص. شايفين كوم الزباله واصل، هصور لكم حالا وهو واصل للسور من فوق. ده يرضي ناس يعني المحليات اللي مش شغاله ولا شايفه شغلها يعني شويه كده، والزباله اللي هناك دي شويه، والزباله اللي هناك دي اصلا هتعدي السور وهتقع في الشارع، محدش شايف شغله ولا حد بيشوف حاجه خالص. دول برضك في نفس البوابه هناك اهي، برضك انا في نفس البوابه هناك اهي عشان تكونوا بس شايفين هناك اهي. واحنا ماشيين كده ان شاء الله اوصلكم لحد الفتحه اللي هي قبل البوابه الثالثه اللي هي قصاد البوابه على طول. يعني شايفين الزباله من هناك عامله ازاي؟ شايفين؟ وده سلف الزباله اهي، البوابه الثالثه اهي، شايفين الزباله واصله لحد فين؟ اهي هتعدي السور كمان، ادي الفتحه اللي هناك، هناك اهي كنا مصورينها حالا، شايفين هناك اهي اللي هي بعد الكوبري، الفتحه اللي بعد الكوبري هناك اهي، شايفين بالشكل ده اهو. نيجي هنا برضك للفتحه الثانيه اهي، الزباله برضك واصله ان هي هتعدي السور، ودي الناحيه الثانيه اهي. ده يرضي مين ده؟ طبعا احنا مش هنعاتب على بتاع اعضاء مجلس الشعب اللي مرشحين نفسهم لسه، عشان ما يقولكش ان انت بتعمل وتفبرك وبتهبب. ادي الزباله اهي، لا حد بيعمل ولا حد بيشيل، والله شايفين واصله القضيب اهي، واصله القضيب القطر اهي، شايفينها اهي. ودي الفتحه اللي بتدخل الناس، شايفين بالمنظر ده كده؟ ده يرضي ربنا يعني اهي اهي. والناس بتولع بقى، يعني الناس هتعمل ايه؟ هتشيل ايه ولا ايه؟ والله المحلات دي مش شغاله، ويا ريت يا سياده المحافظ يعني تيجي هنا تشوف. يا سيادة المحافظ دي الفتحة التانية اللي عند نفس البوابة، هتعرفها منين؟ هتبص على سنترال آية هناك اهو، صيدلية محمد راضي، هتعرف إن الفتحة دي قصاده. شايفها سيادة المحافظ؟ المحليات مش شغالة، كل واحد بيجي بكوريك وحتة مقشة بلح كده، مقشة بلح يلم كيسين تلاتة ويحطها على العربية ويقول لك إحنا كده لمينا، المحليات مش شغالة. مفيش ضمير، المحليات مش شغالة يا ريس، المحليات مش شغالة، كلهم قاعدين. طبعا دي الزبالة اللي مالية الدنيا، دي البوابة التالتة، ودي هناك أهي الكوبري أهو، واللي عند الفتحة هناك، ودي البابا برضك البابا التالتة زي ما انا واقف فيها، ودي هناك اهي دي البابا 2.5، دي مدينة المحلة الكبرى. اتفرجوا على الفيديو للآخر يا سيادة المحافظ، اتفرج على الفيديو للآخر، المحليات مش شغالة، بتلم الخردة على نص الشارع عندنا، يا رب بعرف اصورهم في يوم من الأيام، اصورهم في يوم من الأيام وتشوفهم، تشوفهم هما بيلموا الخردة بيوزنوها على الميزانة، وبتاع المصنع القمامة اللي عنده ورا حديقة الأمل هناك ما بيلاقيش حاجة يلمها. الراجل ده فتح المصنع بملايين، ولا مجلس المدينه خدها لحسابه، وما بيلاقوش حاجه يلموها، بيلاقوا الزباله فاضيه عشان بتوع الخرده بيلموا البلاستيك وبيلموا الازايز ويوزنوها ويبيعوها لحسابهم اخر الشهر يا ريس. ويا رب لو اعرف اصورهم بعد الفيديو ده ما يكونوش خدوا حذرهم يعني، ما يكونوش خدوا حذرهم وما يكرروش العمله اللي بيعملوها دي. تمام؟ دي منطقه البوابه الثالثه ورا السور على طول، مباشره من البوابه الثالثه للبوابه الاولى بالمنظر ده، ولسوق سكه طنطا. لو رحتوا عند سوق اسو هتلاقوا بلاوي يا ريس. نعمل مكان الزباله دي انترلوك، انترلوك اللي هي الخرسانه اللي بتبقى سداسيه الشكل او متمنه او مخمسه، ان هي بتتركب ورا بعضها وبتتعمل بالرمل. ايه رايكم في الفكره دي؟ يلا بينا نخش على الفيديو، ومش هيبقى اول فيديو، ده فيديو منطقه البوابه الثالثه ومنطقه مزلقان الشعبيه لحد اسو او سكه طنطا هناك لحد السوق بتاع اسو. شوفوا المنظر، هتلاقوا بالمنظر ده كده.